السلام عليكم. الفرقة الثالثة شعبة إدارة ومحاسبة. إن شاء الله النهاردة بناخد محاضرة مراجعة لينا على المنهج. إن شاء الله النهاردة هنقسم المحاضرة بتاعتنا لحاجتين اتنين. هنبدأ في الأول نتكلم على الامتحان الإلكتروني وطريقة الامتحان وإيه الخطوات بتاعتنا. تاني حاجة نتكلم عليها هي مراجعة على الأسئلة الإلكترونية. في البداية خالص هنبدأ نتكلم على الامتحان الإلكتروني. يعني ايه امتحان إلكتروني؟ امتحان زي الامتحان اللي انت بتمتحنه عادي خالص في كراسة الإجابة في المعهد، بس بدل ما هيبقى في المعهد هيبقى وانت قاعد في البيت، بتفتح اللابتوب بتاعك، فاتح الموبايل بتاعك، بتمتحن وانت قاعد على الموبايل او انت قاعد على اللابتوب. طب هنعمل ايه عشان نمتحن امتحان إلكتروني؟ اول حاجة بنعملها هنسجل على الموقع بتاع المعهد. ده أول وأهم حاجة لازم تتعمل. لو أنت عملت الخطوة ديت بنسبة 100% خلاص كده الموضوع بقى سهل بالنسبة لك. يبقى أول حاجة هتعملها هو تسجيل على موقع المعهد. على موقع المعهد بقى هتلاقي إن شاء الله هينزل قريب حاجة اسمها بنك أسئلة. يعني إيه بنك أسئلة؟ مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة الاختياري، مجموعة من الأسئلة الصح وغلط. البنك ده هيجي لكل طالب منكم مجموعة من الأسئلة منه في صورة الامتحان. يبقى وانت بتمتحن الامتحان الإلكتروني مفيش امتحان شبه التاني خالص. هي كل اللي هيحصل هيجي لك أسئلة مختارة من بنك الأسئلة ديت علشان تمتحن انت فيها. كل طالب هيجي له 10 أسئلة، مش زي 10 أسئلة التانيين بتوع الطالب زميله. يبقى احنا عندنا بنك أسئلة هيبقى في حوالي 60 سؤال، من ال60 سؤال دول هيجي لك 10 صح وغلط و10 اختياري. مش شرط العشرة دول مش هيكرروا لحد، كل طالب هيجي له 10 جمل صح وغلط و10 جمل اختياري متلخبطين عن زميله. طب الامتحان اللي احنا هنمتحنه ده هل هيبقى فيه درجات؟ لا، الامتحان ده مش هيبقى فيه درجات، هيبقى فيه ناجح وراسب فقط. لا تبقى ناجح لا تبقى راسب، مفهوش درجات، تمام. طب الامتحان بتاعنا ده لكل الفرق؟ لا مش لكل الفرق، لسنوات النقل فقط، يعني لسنة أولى ولسنة تانية ولسنة تالتة. طب رابعة؟ رابعة لا، رابعة هيمتحنوا في المعهد لما الموضوع ده يخلص إن شاء الله. يبقى ديت الخطوات بتاعتنا. الناس اللي بتتكلم على الامتحان هيبقى صعب ومفيش فرصة، لا هيبقى الامتحان الوقت طويل جدا، ممكن يتحل اساس الامتحان كله في 5 دقايق، مش هياخد منك وقت. تاني نقطة، الامتحان اوبن بوك، ممكن تفتح الكتاب وانت بتحل وتطلع منه الاجابة. ودي اهم حاجة، ان الامتحان في جمل او في بعض الاسئلة هتبقى مرتبطة بالكتاب، في بعض الأسئلة هتبقى مرتبطة بالكتاب، وبالتالي لازم وانت بتمتحن لازم يكون معاك الكتاب، لأن جزء كبير من الأسئلة هيبقى مرتبط بالكتاب. تمام كده يا جماعة؟ يبقى كده أظن ما حدش ليه بقى أسئلة في فكرة الامتحان الإلكتروني. طب الامتحان امتى؟ ان شاء الله لما العميد هيحدد الامتحان الميعاد ان شاء الله هينزل لكم الجدول بيه. بس اهم حاجة تعملها دلوقتي ان انت تعمل تسجيل على الموقع. لازم تعمل لك حساب على الموقع، لان الحساب بتاعك ده هو اللي هينزل عليه الامتحان. بدون تسجيل على الموقع مفيش حد هيجيله امتحان. يبقى اهم حاجة عندنا ان انت تسجل على الموقع. بعد ما تسجل على الموقع هتلاقي بنك الاسئلة 60 سؤال هيجي منهم 20 في الامتحان. أظن كده الدنيا أسهل بكتير. تمام يا رجالة؟ تمام. تعال نشوف بقى مع بعض شكل الأسئلة ممكن يبقى عامل إزاي. اللي هيبقى منها بنك الأسئلة، يعني الأسئلة دي هتبقى في بنك الأسئلة. يجي مثلا هنا اختياري، بيقول لي وفقا لمذهب التجارين فإن قوة الدولة تقاس بما حوزتها من، ويديني 4 اختيارات. هل هي احتياطي بالعملة الأجنبية؟ هل هو احتياطي بالعملة المحلية؟ هل هو النفط؟ ولا المعادن النفيسة؟ طبعا كلنا عارفين ان مذهب التجاريين
بيعتمد على او قوة الدولة فيه بتقاس بمحافظتها من معادن نفيسة، ملهاش دعوة بقى بالعملة اجنبية محلية النفط، مفيش الكلام ده كله، هي ان قوة الدولة بتقاس بمحافظتها من ايه؟ من معادن نفيسة. طب السؤال التاني بيقول لي وفقا لمذهب الطبيعيين فان النشاط نقط هو النشاط الوحيد المنتج الذي يمكن ان يحقق ناتجا صافيا. كلنا خدناه مع بعض في المحاضرة ان النشاط الزراعي هو النشاط اللي بيحقق ناتج صافي وفقا لفكر الطبيعيين، يبقى ولا الصناعي ولا الخدمي ولا التجاري، هيبقى الزراعي. نشوف مع بعض سؤال كمان بيقول لي وفقا للمذهب نقط اصبح ينظر الى السياسة المالية بانها المالية الوظيفية، امتى السياسة المالية بقت وظيفة؟ ده في الفكر الكنزي، برافو عليكم. وبالتالي ولا هو الكلاسيكي ولا هو الطبيعي ولا هو التجاري، انما الفكر مين بقى؟ الفكر الكنزي. نيجي بعد كده بيقول لي السلعة التي تتميز بعدم القدرة على الاستبعاد وعدم التنافسية في الاستهلاك. بص الكلمة ونركز على الكلمة دي، فينا ايه؟ بعدم القدرة على الاستبعاد وهنا عدم التنافسية في الاستهلاك، بيطلق عليها ايه بقى؟ بيطلق عليها سلع عامة، بيطلق عليها سلع عامة. طب امتى تبقى سلع خاصة؟ هنشوفها في النقطة اللي بعدها ان شاء الله. يبقى لما يبقى عندي عدم وعدم يبقى سلع عامة. طب تعالى نشوف اللي بعدها، بيقول لي السلع نقط التي تتميز بالقدرة على الاستبعاد والتنافسية في الاستهلاك، يبقى مفيش عدم ومفيش عدم، تبقى عكسها السلعة الخاصة، برافو عليكم. دي شكل أسئلة في الامتحان، هيجي من دول في الامتحان وهيجي من دول في بنك الأسئلة يا جماعة. أسئلة سهلة جدا، الإجابة فيها بسيطة جدا، محدش يقلق، محدش يخاف، إن شاء الله الناس كلها هتتفوق وتعدي المرحلة ديت ويوصلوا السنة اللي بعدها إن شاء الله، وأشوفكم إن شاء الله السنة الجاية في سنة رابعة بالتوفيق. أي حد ليه أي استفسار معاكم الفيسبوك بتاعي يسألني عليه، مفيش أي مشكلة في أي حاجة، أي حد ليه أي استفسار يسألني على طول ما يترددش. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وأشوفكم بخير السنة الجاية إن شاء الله.